يعد الناي من أقدم الآلات الموسيقية، ويعود تاريخه إلى أكثر من 4000 عام. هذه الآلة الموسيقية ما زالت تصنع يدوياً في مدينة إسطنبول بتركيا، لكن هذه الصناعة التقليدية أصبحت مهددة بالاندثار. تعرفت على الناي في أنقرة خلال دراستي الجامعية، كان ذلك في عام 2000 عندما سمعت نغمة للمرة الأولى ووقعت في حبها. الناي من أهم الآلات في الموسيقى التركية وفي ثقافات البحر المتوسط وشرقي أفريقيا، وللناي أيضا أبعاد دينية وروحية بدأت مع كتاب المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي. يصنع الناي من القصب بين شهري ديسمبر ويناير. نقطع القصب من المناطق على المتوسط، ليس القصب العادي بل القصب المميز الذي يحمل 9 عقد، حتى نصنع نايا من 70 سنتيمترا.